شوف حلاش ولات الكاليطة. واحد جوج ثلاثة. اوكي السلام عليكم زاسلس اوفردوز، مرحبا بكم في قناة عزاوي فاميلي، فيديو جديد اخوتي وتجارب جديدة ديال تيك توك. عاوتاني في هذا الفيديو غيكونوا عندنا جوج ديال الناس متنافسين، غيخصهم يجيبوا تجارب غريبة مثيرة مرعبة من تيك توك ويجربوها، واللي صدقوا ليه بزاف ديال التجارب هو اللي غنعطيه جائزة هربانة. وصل الفيديو غتعرفوا شنو هي الجائزة. اوكي انتوما هما المتنافستان ديال الحلقة ديال اليوم. غتكوني انت ضد ابتسام وغنشوف شكون فيكم اللي غتصرع التجارب ديال تيك توك. دابا الفكره هي تجيبي تجربه من تيك توك والا نجحت لك حتى انتيا اذا ربحتي 5 نقط. كنا تجربه على 5 نقط. وغنعطيكم 4 تجربات لوحده. زاهيه والجائزه غتهربوا لكم. قولها لنا. ما نقولهاش لكم دابا، ما نقولهاش لكم دابا. اوكي واجدين؟ واجدين. يلا ليتس جو. دابا نتوما غادي ديروا الحركه الاسطوريه باش يوصلكم ديما جديد ليا سبسكرايب ولايك والجرس وداكشي، ولكن الا درتو 50000 لايك هذا شي نهار غيكون ناعس بحال هكا وغادي نكزروا ليه هذا الشهر. يلا خوتي شبان لكم 50000 لايك نكزروا للسي اسماعيل الشهر. هي اسماعيل شتي هو راه مغيب. ها ها السلام عليكم بعدا الاولى. يلا وصلوا 50000 لايك. شو كيداير ما عرفتش علاش مربي. شوف فين واصل. شوف مربي تما نسوره. اول وحده قالتها تبدا هي ابتسام. قولي لنا شنو هي التجربه اللي غادي ديري ديال تيك توك. تجربه هائله ويا ربي ما تحشمنيش، غنحتاج فيها الماء وكهاد الكاس ديال البلاستيك وبريكه، غنخوي الماء تنص وغنشعل العافيه وغيتحرق داك اللي ناشف ما فيهش الماء، وداك الشيء الاخر غير غيوقع والو. بحال قلتي غيولي نص كاس. نص كاس. اوكي يلا بدا نشوف التجربه ديال ابتسام واش غتصدق اخوتي. كما كتشوفوا قالت لك غتعمر الكاس حتى النص صافي، ومن بعد غتشعل العافيه الفور. يا ربي المهم الا صدقات لك التجربه يعني عندك 5 نقاط. هي شعلت العافيه صافي. حيدي حيدي راه تبقى شاعله وقيله، لا تبقى شاعله. ويلي 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 واش تصدق ولا لا. شفتوا شو اخوتي شو اخوتي شو العافيه بحال اش كدور، ولكن بلاصه الماء ما وقع عليها والو. ما تبقى هكاك. واو نايس. ما تديش على هذاك اخوتي يوسف لك تنعس. ويلي ويلي لا ريحه العافيه. علاش جبت انا هذا؟ كون ما جبتوش كنتو غتحرقوا. عارف انا اش كاين. وكتزيدي بركه بركه. الحين راه غادي تغنت. خليها خليها ماشي مشكل. الا مش بان لك نجحات لها التجربه. ناري زربات عليكم. كرسي كرسي. واحد الشكل جا هربان اخوتي. علاش؟ حيت دار الكاس بالماء والماء ضرب الماء والكاس. ويلي ويلي انا والكاس نفات نغني. انتوما اذا نقدر نقولوا التجربه الاولى ناجحه. 5 نقاط. باش تكتب ضحكي. قولي لنا شنو غادي ديري بهذه النفاخه والكاس والبريكه عاوتاني. المهم دابا قال لكم شنو غادي نحتاج. اول حاجه غادي نديرها هي غنفخ هذه النفاخه. يلا زيد نفخي نشوف. اوكي فراسكم الهام عندها فوبيا من ناش من النفاخه ما كتحملهاش. ما تقوليش لي غطردقيها. ما تقوليش لي غطردق حيت انت كتخافي منها الا طردقيها. النفاخه تقاد شنو غديري بالنفاخه؟ النفاخه اخوتي غادي نهز بها هذا الكاس. اول حاجه تهز بها الكاس. كيفاش؟ اي اول حاجه غادي نشد هذا القوعي هذا وغنشعل العافيه ونحطها هنايا في الكاس. غتشعلي العافيه لداخل. لداخل هكاك. وغادي نهز الكاس بحال هكا اخوتي. دابا ملي غتشعل العافيه غتحطي النفاخه والنفاخه غتجر لداخل. غتجر لداخل وغنكس الكاس. اوكي غادي نشوف واش غتصدق لها التجربه العجيبه ديالها. مع العلم انها كتخاف من النفاخه تقد تشعل العافيه. اون فوا تحطها تما تحط النفاخه تفرقع عليها هذاك الشيء. زيد ها هي العافيه شعله في الكاس. دابا صافي راه هكا كبارك راه غادي تشعل. ناري اخوتي. يلا حطي دابا النفاخه. حطي النفاخه ورجعي الله. حطي النفاخه ورجعي الله. ها هي واحد. سمعوا بق سمعوا بق. ما تجراتش ما تجراتش النفاخه. تجر خصها تجر. ايه واقيلا حيت ما شعلاش العافيه. شوفي 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 واش تجر. لا ما صدقاتش. لا لا ما صدقاتش. واقيلا حيت العافيه ما شعلاتش مزيان. الله اعلم ولا حيت التجربه ديالها فاشله. يلا شوف غنعطيوها محاوله واحده اخرى. وين وين شعلات العافيه بزاف. يلا حطي النفاخه دابا. اوكي تجربة ماشينا التجربة الأولى ديال الإلهام ما صدقاتش. رجعنا لابتسام وشعلينا أنا الشمعة هذه ديال ما عرفتهاش. دابا شنو غديري بديك الشمعة؟ أول حاجة غادي نديرها هي أنني غنفخ النفخة الأولى خاوية فيها غير الهواء. أييه وبطبيعة الحال غادي نحطها هنا وغتفرقع دابا تشوفوها. راه باينة ملي غتحطيها فوق الشمعة غتفرقع. غتفرقع. ثانية غنفخها وغنعمرها بالماء. أه ومنين غنحطها ما غتطقطقش. أه إلهام هربي. الله يعاونك.
علاش خايفين صحابي الاولى الا تفرقعات راه خاويه ثاني فيها الماء غادي تسقو كاملين. اوكي بطبيعه الحال هذه خاويه كما قالت التجربه ديال ابتسام انها غتحطها فوق الشمعه غتفرقع. يلا سير جربي جربي او واحد جوج وتفرقعات اويلي واش هادي النفه هيا. المهم غير ما بغاتش تفرقع المهم تقبات وما يمكنش واش هاد التجارب هادوم بالمقلوب. المهم راه غادي نوريهم كيما شفتو اخوتي هذه ما تفرقعاتش ما عرفناش علاش تفشات بلاصه ما تفرقع عندك الزريات عاد شوق عليها ما نفخاش مزيان. اوكي دابا شنو غدير دابا غادي نعمر النفخه عاوني هاك عاونيني باش ترش عليك عاونيني باش ترش عليك كيما كتشوفي دابا غادي تعمر هذه بالماء باش تنفخها تعمريها وغتنفخيها غنعمرها وغنفخها بالماء. ويلي 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 روينه نطش اخوتي هنايا يلا زيد نفخي نشوف نفخي دابا هذيك اللي حطيتيها من الجهه ديال الماء ما غيوقع لها والو ما طرطقش. يلا سير سير نشوفو غالبا ما غتصدقش هاد التجربه هاد ولكن حطيها فوق الجهه ديال الماء نفختي بزاف ما بقاتش كتبان الجهه اللي فيها الماء هيا اي سير 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 سمعوا بق سمعوا بق سمعوا بق سمعوا بق انا شوف انا شوف انا شوف النفخه من تحت هزيها هزيها واو ما تنف ما تفرقعاتش غير كتكحال غير كتكحال اخوتي ما تفرقعاتش واو ما يمكنش يس والله ما يمكنش واو على منظر ولا فيها هربان تخيلوا معايا دابا تفرقع عرفتي تشوفيها بالسلو موشن والله هي تهربانه وكنشوفها هكا كيتشتت الماء بدافي انا نتقل لهم ديك اللقطه ويشوفوها دابا اوكي بلاتي بلاتي راه ما تبقاتش غير الماء كيبقى يمشي هكا هكا اوكي رجعنا للالهام محاوله ثانيه دابا ابتسام راه عندها 10 نقط ابتسام اوكي قولي لي شنو غادي تحتاجي في هذه التجربه التجربه ما هي غنحتاج فيها كانيط عامره دابا خوتي عامره وغادي نحتاجو هنا الثلج والماء يعني هذه دابا متلجه متلجه غلاسيا غادي نشد هذه الكانيطه غادي نخويها من المونه نشربها وهذيك غادي نسخنها فوق البوطه مزيان حيت انفو غنحطها فوق الثلج غادي تجمع متاكده متكمش واش متاكده 100% اوكي دابا غادي نشوف واش تصدق لها التجربه ديالها. اول خطوه بطبيعه الحال هي تشرب سبرايت كنشرب سبرايت ماشي نشرب سبرايت ناري اعطيها اعطيها راه كتوهم راه مشيتي بها. المهم من بعد ما يشربوا هذا السبرايت نرجعوا لكم. اول عمليه كنا نعم سيدي هي نشعلوا العافيه فوق هذه الكانيطه الله يحفظ السلامه دابا خصها تسخن مزيان تسخن مزيان والله الا داكشي منا توليت خايف انايا غتفرقع علينا ولا شي حاجه. اوكي كما كتشوفوها هي كتسخن اخوتي ديال بصح وهزتوا داكشي باش نديروا العمليه دابا ولكن خصها تسخن مزيان تسخن مزيان خصها تسخن مزيان تسخن مزيان هاكا ناري ما يمكنش ناري ما يمكنش حطيتها تما نيت تهز من تم تلوح هنا جاتك ساهله انا اللي حداها داكشي علاش كما كتشوفوا بدات كدير شي اصوات اللي غريبه والعافيه كتمشي لعندها تسخنها شو غدا وكتكحل شوف حالاش ولات الكانيطه ولات كتقشر اخوتي وغتهزي بهذاك متاكده واش على الله واش دير مزيان ولات سخنات واش سخنات تسخن مزيان واش متاكدين سخنات ما نعرف لا تسخن مزيان انا بغات تسخنها مزيان باش ما تخسرش لها التجربه مزيان مزيان غتحطها فوق تما وتبقى تفرقع اخوتي ربي سلامه اوكي صافي طفي عليها طفي عليها وطفي العافيه وطفي العافيه وطفي العافيه وطفي البوطه وانتي طفي البوطه يا ناري هيا تهزها شويه شويه واحد جوج ما سخناتش مزيان ما سخناتش مزيان عاودوها عاودوها ماشي مشكل عطيها فرصه اوكي غنعطيوها فرصه خاص هذيك تسخن مزيان وحتى الماء يلاه درنا فيه الثلج ما بردش مزيان داكشي اللي قدرت يلاه نعاودو المحاوله الثانيه ما بغيناش نضيعوا الها خوتي المحاوله الثانيه قبل ما نديروها بغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه هذا الشيء ما تجربوش في الدار نهائيا الا كانوا معكم والديكم وراه خطير هذا الشيء ديال البسطه في العافيه وكذا والعيبات ياك اكيد اكيد الشيء ما خصوش يتجرب في الدار ما خصهمش يجربوه الدراري الصغار خصوصا اوكي كما كتشوفوا دابا راه خليناها واحد شويه مازال كتسخن بغيت تزيديها السخونيه الى والو باغا ديك خمسه النقط حيت راه مازال عندك جوج محاولات تقد ما تصدقليهاش حتى وحده تلحقي بها خلي تصدق ليك يلاه خليها هذه تسخن الماء متاكدين منه انه برد هذه بلا ما نشوفوا فيها راه حيت العافيه شاعله فيها دابا ناري يلاه بداي الهم يلاه بداي اوكي غنشوفوا دابا شنو تصدق اول حاجه طفي العافيه واحد جوج ناري 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 يلا سير 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 لا 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 شوف اخوتي هاد القرعه ولات بحال طال عليها الدم كاعي كتقول لك شوطوني بردتوني والله لا تكمش ليكم كي كما كتشوفوا دابا التجربه الثالثه ديال ابتسام اشنو خصك ديري ابتسام احتاج مناضه بحال هذه ولا المهم قرعه ديال المناضه كاس
باي ورفاخه. شنو غديري بهم؟ غنحشي هذا الباي فواحد التقيبايه هنايا بحال هكا ياك، والنفاخه زيد غنفخها مزيان وغنحطها هنايا وغنورك على النفاخه والعصير ولا المناضه ولا اي حاجه غيتخوى هنا غيدير داك الشيء شغل الروبيني مزيان. ولكن انا شفت التجربه ما كيوركوش على النفاخه، كيحطوها فقط منفوخه. انا نورك على ما نحطهم انا عارف لا بس وركيش ما نقيسهاش حيت راه باينه لو وركتي عليها راه غادي تطلق النفس وغادي يطلع داك الشيء. اوكي دابا غنشوف التجربه واش غتصدق الابتسام، حيت الفكره باينه هي انها خاصها تنفخ النفاخه وتحطها في الفوق ديال القرعه وداك الشيء كامل اللي كاين هنايا خصو يتكب هنايا. يلا زيد ناري لها مسكينه كتخاف من النفاخات وجبنا لها التفرقيعه وروينك حلا. اصعب حاجه هي هذه المرحله، شدي معاها القرعه شدي معاها القرعه. يلا ابتسام وسهله واخا كتبان لك صعيبه، زيد كتفش النفخه اخوتي قبل ما تحطها فوق القرعه. يلا زيد محاوله ثانيه، راه هذه الا ما قدرتيش ديريها هنا خسرتي التجربه. لا ما يمكنش، ما شغلناش حنا. شوفي كي ديري ليها خصك تشديها بصبعك هاك تشديها مزيان ما تخليهاش تفش. زيد زيد غندير هكا اويلتي. هذه الفكره هذه الفكره شنو دارت الوات النفخه مزيان باش تقدر انها تحطها بلا ما تفش. برافو ابتسام هذه فكره مزيانه. يلا شديها هي غدور دابا هذيك واحد هائله هائله والله انت فكره واعره اخوتي بحال هكي سديتي الروبيني سديت الروبيني صافي 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 بس نوريك معنا نزيد كارد نزيد والله الا واعره اخوتي ما يمكنش على التجربه هذه. جيبها الفوق جيبها الفوق شنو نقلب باي باي صافي سالات 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 اش يقلب فوق اش حطها صافي عندها 15 نقطة. إلهام قالت راه قلبات على وحدة سهلة وكتصدق لأي واحد باش تجيب خمسة نقط. صافي الناس غديري فيك سباكيتي غنلي الدراك اخوتي غنجمع لكم سباكيتي. إيوا ما تحلوها بالطريقة العادية نرجعوا للطريقة السهلة هذا شنو؟ ما كتهرسش شنو غديري ليها دابا؟ أضر فيها بالجهد معطل ومني غدر بها غتحل وغتجي ما مهرسه ما والو. يلا سيري براسك هذي كاع اللي كيديرها في العالم كتصدق ليك كتصدق ليك ان شاء الله ما تبغي تحل هذي. واحد جوج ثلاثة واخيرا غنشوفك ما تهرسات. لا 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 ما ثواني ولا بس ولا بس ولا بس اخيرا خمسة نقاط عندي. ها شنو كديري؟ كنلون هذه حيت غنحتاجها في التجربة ديالي. واش غتلوني هذه الورقة كاملة؟ لا 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 غنلون غير واحد الطرف. يلا زيد هيا الضربة تما راه ما تصدق لي هذه التجربة في القسم ما كنتيش كتلوني. لا دابا صبغتي ديك الورقة شنو غديري بها؟ هذه التجربة الرابعة ديالي وإن شاء الله غتكون إن شاء الله إن شاء الله. هذيك قبيلة جابت سباكيتي دابا تجيب شي دلاحة تهرس تهرس شنو غديري بها؟ غنشعل هاد القاعط. أه غنلوحو في القراءة في الكاس. أي داك الكاس ما صالح دابا لا للشريط حتى حاجة. أوكي غادي تهزي داك القاعط ديريه في الكاس ومن بعد ما تشعلي فيه العافية. العافية وغنكبي الماء. إييه والماء غيتلون غيولي هاد اللون أحمر. إييه أه شتو كيديرو غير بالوقيد كيضرب الوقيت ولكن انا ما لقيتش الوقيت جبت هذه امكانيات ما سير هيا شعلات العافيه في الورقه حمراء اخوتي وغادي تحطها في الكاس على اساس وي 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 ابتسام كتقاتل خليها تتشعل كامله زيد زيد ولات حمراء لا 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 اصلا ما خليتهاش تتشعل كامله كشتيها اصلا واخا شعلات كامله ما غاديش تلون. المهم اخوتي هذا الشيء ما صدقش ولات كحله وماشي الورقه والماء خصو قالت لك يولي حمر يا وي ما ولاش ما ولاش اصلا الورقه واخا تحرقت كامله ما غاديش يولي حيتها انت ما تلونش شويه من هذا اللي تحرق. المهم ما صدقاتش التجربه علاش لا علاش حطينا في تيك توك انا ما تصدقش لينا علاش دابا التجربه الاخيره ديال الهام جابت كامله شنو غديري بها قبيله سباكيتي دابا كامله طيب سباكيتي كامله نفس صح شنو غديري بها؟ المهم اخويا غادي نحتاجو كامله ولا كاسونا تكون فيها الغطايه ايه التجربه وما فيها غادي نغوت بالكامله وغادي نزل مع غادي نبدا غتسمعوا الغوته ديالي ما تغوتي مره وحده وغتبقى الغوته تما ملي تحلي غتسمعها عاوتاني ايوا طاح على راسك انت ناري على التجربه جربوا يلا سير جربوا يلا واحد ثلاثه يلا غوتي تما زيد زيد دابا الا حليتي غتسمع الغوته وهذيك راه ما غوته ما والو غوتي غير شويه ولكن غنشوف واش تصدق يلا واحد جوج ثلاثه يلا ولكن غوتي بزاف غوتي بزاف يلا واحد جوج ثلاثة سدي 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 صمك غتصمكنا غتصمكنا اخوتي الغوتة غتسمع يلا زيد واحد جوج ثلاثة
يلا عطيت لي الى هذه هذه شوفي هذه غنعطيك عليها 100 نقطه. هربانه ابتسام هربانه. يلا زيد قوتي جوج دابا قوتي ديالي غطيب ثلاثه واحد جوج ثلاثه على قوتك دير يلا حلي نسمع حلي في الصوت سمعنا الصوت ديال اللي سمعتو قبيله راه كنا كنعاودو في المونتاج. هذه تجربه فاشله ما يمكنش اصلا الصوت يتجمع. جربت انت جرب انا نديرها هنا ونخليها هنا. خوتي ما تنساوش لايك سبسكرايب فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. يلا حطها في الديسكريبشن. حطها لكم في الديسكريبشن حلوها وسمعوا. هيا نعاودها واحد جوج ثلاثة خوتي ما تنساوش لايك سبسكرايب. يلا ان شاء الله كنتوا نيكو عجبكم الفيديو. باي 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 باي.